اختي اختي من اليوم غتستغني على ايه من الحواجب وعلى الماسكاره اللي كطيح لك الشفران ديولك. اليوم ان شاء الله الا داومتي على هذه الوصفه اللي غنعطيك اليوم لمده اسبوع غتلاحظي واحد الفرق شاسع وواضح، وغترجعي تشكريني وترحمي لي الوالدين زائد الاخوات اللي كيسولوني على صباغه الحواجب. غنشارك معكم حتى هي في هذا الفيديو، خليكم معايا، فيديو مفيد من الاول حتى الاخر، ما تسرعوش البنات ومرحبا بكم عندي. اهلا الغزالات ديالي، كديري لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا في اتم الصحه والعافيه وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم. اليوم ان شاء الله هذا الفيديو تحت طلب العديد من الاخوات، وكنفرح بزاف ملي كندير شي فيديو كيكون مطلوب مني، كنحس براسي فعلا البنات انني كندير شي حاجه نتوما اللي باغينها. بالنسبه للوصفات ديال اليوم ان شاء الله غنشارك معكم وصفه لتطويل الرموش وتكثيف الحواجب. غير هي الوصفه ديال الرموش ان شاء الله راه ما فيها لا زيت لا حتى شي حاجه، لان بزاف الاخوات كيديروا الوصفات اللي كيكون فيهم الزيت وكيعانيو من تكيسات الجفون. ان شاء الله هذه الوصفه هذه اللي غنشارك معكم اليوم راه ما فيها لا زيت لا حتى شي حاجه، وغديريها بعينك مغمضين وغترجعي تشكريني وترحمي لي الوالدين، ما عندهاش اضرار جانبيه نهائيا. زائد الوصفه اللي غنشارك معكم ديال الحواجب، غتكثف لكم الحواجب وغتعمرهم لكم، وغتشوفوا في ظرف اسبوع الا داومتوا على الوصفه غتلاحظوا واحد الفرق شاسع. بالنسبه للاخوات اللي كيسولوني على صباغه الحواجب، انا شخصيا كنصبغ الحواجب ديولي بهذه الصباغه هذه، غير هي راه فيها البروميان كاليتي وفيها الدوزيان. بالنسبه نوريكم الفرق البروميان والدوزيان. البروميان كتكون فيها هاد التيكيته حمراء اللي كتكون هنايا، ها هي، وكتكون القرعه ديالتها ديال البلاستيك، شوفوا البنات قرعه بلاستيك شفتوها. وبالنسبه للدوزيان كاليتي راه كتكون قرعه ديال الزاج. المهم بالنسبه للبروميان الثمن ديالها كيتراوح ما بين 35 حتى 40 درهم البروميان، والدوزيام راه الثمن ديالها ما بين 15 حتى 20 درهم. نتوما ملي تمشيو عند بائع مواد تجميل قول لي عطينا البروميان واللي كتكون القرعه ديالها بلاستيك، راه زوينه البنات، راه ما كطيح لا حجبان لا حتى شي حاجه، راه هذه هي اللي كنصبغ بها انا الحواجب ديالي خصوصا في فصل الصيف. كتعرفوا لابيسينات والمسابح وداك الشيء كنصبغ فيهم وكنتهنى بمره، ما كنبقاش نطراسي حجباني اولا كل مره خاصني نطراسي الحاجب ديالي، كنديرها مره في 15 يوم اولا مره في 10 ايام كنطراسي هكا الحاجب ديالي، راه كدوم لك البنات، راه كتشد في الحواجب. المهم هذه زوينه على ضمانتي، خذوها راه رائعه بزاف بزاف، غير خذوا الاصليه، اهم حاجه انكم تاخذوا الاصليه. وبالنسبه للوصفه اللي غنشارك معكم اليوم، الوصفه كي قلت لكم كتكثف الرموش والحواجب، خليكم معايا الوصفه ومرحبا بكم عندي. بالنسبه للوصفه ديال اليوم، اول حاجه غنبداو بها وصفه الحواجب. غنحتاجوا واحد الطرف ديال الزنجبيل يكون طري البنات، من الاحسن الزنجبيل طري، ما تعوضوهش بزنجبيل البودره. كيحسن الزنجبيل من تدفق الدم في البصيلات ديال الحاجب، كيزيد من نشاط الدوره الدمويه، غني بالاحماض الدهنيه المفيده للبصيلات. الزنجبيل كيتميز بانه غني بالفيتامينات والمعادن بحال الزنك والفوسفور الضروريين للبصيله. وهاد الوصفه هذه ممتازه، ممكن ديروها حتى الفراغات مقدمه الراس، ولا عندكم حتى دوك الخويات اللي كيكونوا في الجناب كينبت لكم الشعر، واخا يكون عندكم الصلع وراثي. وبالنسبه للوصفه غير ديروها الحواجب ديالكم، واني كنفضل انكم ما ديروهاش الرموش ديالكم، لانه الاغلبيه ديال الزيوت كدير دوك التكيسات في الجفون ديال العيون ديالكم. من الاحسن تفاداو الوصفات اللي كيكون فيهم الزيوت. ودابا ان شاء الله من بعد ما حكينا داك الطرف ديال الزنجبيل غناخذوا واحد المعلات وغنضيفوا ليها داك مبشور الزنجبيل، غنضيفوه ليها وغنضيفوا ليه مكون رئيسي حتى هو، وما كاينش البديل ديالو. هذه الوصفه ديروها كيف غنعطيها لكم، ديروها باش ان شاء الله ينجح معكم الوصفه وترجعوا تشكروني. غناخذوا القرنفل او المسمار، غناخذوه غنطحنوه وغناخذوا منه ملعقه كبيره. القرنفل ممتازه البنات، كيقتل البكتيريا والجراثيم، كيغذي البشره الشعر، كينبت الشعر وتيرطب الجلد، وما كيخليش التشعؤات اللي كتساعد باش هكا كينمو الشعر ديال الحاجب، تيحفز وتيقوي الدوره الدمويه في البصيلات. من اهم فوائد القرنفل انه كيساعد على تكثيف شعر الحاجب وكيملا الفراغات. وغناخذوا زيت جوز الهند، ولا ما عندكمش زيت جوز الهند ديروا زيت الزيتون اولا زيت اللوز الحلو، غير هو هذا زيت جوز الهند راه كناخذوا من عند بائع مواد جميل، تقريبا الثمن ديالو راه كيتراوح ما بين 60 درهم، يكون مكتوبه فيه هيماني باكستاني، وشوفوا التاريخ لتحت ديالو. دابا في وقت البرد راه كيكون جامد، انا درتو يذوب شويه، غناخذوا منه 4 المعالق. زيت جوز الهند كيتعتبر من احد افضل الزيوت الغنيه بجميع العناصر اللي كتكثف الحواجب، ومنها مضادات الاكسده والفيتامين او اللي فيه بزاف ديال الاحماض الدهنيه، كيزيد الشعر ديال الحاجب، كيقضي على البكتيريا والفطريات، كيقوي الشعر، كيمنع التعسف، تيرطب الشعر ديال الحاجب، وكيتعتبر من افضل العلاجات الطبيعيه باش انك كتحصلي على حجبان زوينين وجذابين.
كتحطي الماء على كل المكونات فوق النار تكون متوسطه وكتبقاي مع التحريك حتى كيتغير داك اللون ديال الزنجبيل وفي نفس الوقت كيطلع لينا دوك الفوائد في الزيت. شوفوا كيفاش غيولي. من بعد غناخذ واحد المصفات وغنصفيه باش نصفيه من الشوائب ونصفيه من دوك البقايا ديال القرنفل والزنجبيل. وغناخذ حنا غير الزيت اللي غيكون غني بالمكونات والفيتامينات اللازمه اللي غتفيدنا بزاف في الحواجب. ها نتوما شوفوا اللون كيفاش ديال الزيت كيفاش غيولي. شفتوا هاد الزيت هذا رائع البنات، ديروه لانبات الشعر، مقدمه الراس الى عندكم الفراغات. صافي غناخذ واحد القريعه هادي راه كنديرها فيها انا زيت ديال المسمار، ما غسلتها ما حتى شي حاجه، وغنضيف ليها الوصفه وغنحتفظ بها. بالنسبه لمده الصلاحيه ديال الوصفه على حسب مده الصلاحيه ديال زيت جوز الهند. ولا درتو زيت الزيتون راه ما كات مده الصلاحيه حتى كيسالي. المهم غزاله ديالي هذه هي اول وصفه اللي غنحتاجو للحواجب. ودابا ان شاء الله غندوزو الوصفه للرموش. الرموش قلت لكم بلا زيت بلا حتى شي حاجه، غناخذو الزعتر واحد الكميه تقريبا ملعقه كبيره من الزعتر، وناخذو واحد الكاس ونضيفو ليه ملعقه. الزعتر تيحفز وتنشط البصيلات، كيساعد على انبات الشعر في الرموش، كيغذي الشعر وكيقويه، غني بالعديد من الفيتامينات اللي كتساهم في تغذيه الشعر. هو من النباتات المميزه اللي فيها بزاف ديال الفوائد الصحيه، تيحفز وتنشط البصيلات وكيساعد على انبات الشعر ومعقم ومضاد للفطريات. وغناخذو الشاي الاخضر، شاي حبوب الاخضر اللي كنعمرو به اتاي المغربي، غناخذو ملعقه كبيره حتى هو راه فيه الكافيين اللي موجود في الشاي، تيحفز البصيلات ديال الشعر وكيزيد تدفق الدم. ممتاز هاد الوصفه، ديروها ما عندهاش اضرار جانبيه نهائيا خصوصا للرموش. صافي ودابا ان شاء الله غنضيفو ليهم ماء مغلي تقريبا واحد الكاس، غنعمروه يكون غير صغير على حسب الكميه، لان هاد الكميه غدير لنا تقريبا ما بين اسبوع حتى العشر ايام. من بعد غتغطيه، ضروري من التغطيه ديال هاد الكاس ضروري ما تغطيوها البنات باش دوك الزيوت الطياره كامله تبقى لينا في الماء ونستافدوا منها. المهم بالنسبه للوصفه غي داوموا عليها، اقسم لكم بالله البنات غترجعوا تشكروني وترحموا لي الوالدين على هذه الوصفه، لان النتائج ديالها فعاله بزاف بزاف. غير داوموا وما تكونوش معجزات، حيدوا منكم العجز وداوموا على الوصفه. الوصفات الطبيعيه كيبغيو المداومه. من بعدها نتوما ما خليتو برد تماما، صافي كتاخذي واحد القرعه ديال الزاج وكتصفيه، كتصفي المكونات من الشوائب ومن دوك البقايا ديال الزعتر وحبوب الشاي. هاد القرعه هادي غتحتفظي بها في الباب ديال الثلاجه. ودابا ان شاء الله غتكون معنا واحد الضيفه اللي كنشكرها بزاف حيت غتشارك معايا في هذا الفيديو باش غنطبق عليها الوصفه وغتشوفوا الوصفه بعينيكم، وشكر خاص ليها. مهم غناخذوا الوصفه الاولى غنطبقها على الحواجب، غتحطوها على المكان اللي بغيتوه ينوض لكم فيه. حاولوا ما تخرجوش الوصفه على الحواجب، حيت فين ما حطيتوها غتنوض لكم الشعر. وعلاش انا قلت لكم راه ممكن ديروا حتى المفراغات الشعر مقدمه الراس، حتى هي راه زوينه كتنبت الشعر. صافي وكتنقيو كتنقيو كتحاولوا تنظفوا الجوانب ديال الحاجب باش هكا كتخليوا الوصفه غير في الاماكن اللي بغيتوا ينوض لكم فيها الشعر. الوصفه كديروها في الليل وكتخليوها حتى الصباح يوميا. بالنسبه للوصفه ديال الحواجب والوصفه ديال الرموش، كتاخذي شي اوتونتيج اولا كتاخذي شي ماسكارا اللي تكون نظيفه، وشوفوا الطريقه كيفاش غديري. غتوصلي تحاولي توصلي الوصفه للرموش والفروه ديال الرموش ديالك، ممتازه ما عندهاش اثار جانبيه نهائيا. ما تخافوش من تكيس الجفون، ما كدير لا تكيس لا حتى شي حاجه، لان بزاف الاخوات كيعانيو ملي كيديروا وصفات فيهم الزيت الخروع اولا كيديروا وصفات فيهم الزيوت للرموش ديالهم، كيعانيو من التكيسات في العيون. من بعد راه كيتحيدوا، وانما من الاحسن نتفاداو هذا المشكل هذا. ديري الوصفه كيف عطيتها لك صافي. والحواجب راني قلت لكم غتحطوه على الاماكن ديالكم وغتمشيو في اتجاه ديال نمو الشعر، راه كترطب الشعر وكتقويه. وشكرا بزاف بزاف للاخت اللي شاركت معايا في هذا الفيديو، شكر خاص ليها ومرحبا بكم عندي. ماما غزاله ديري بالنسبه للوصفات طريقه الاحتفاظ بالوصفه، هاد الوصفه غتخليها غير في البلاكار عندك هكا في الحمام اولا شي في كوافوز حدا راسك باش ما تنسيهاش. كديريها من الليل لليل، ملي تبغي تنعسي كطراسي الحجبان ديالك وكتمشي تنعسي. صافي غير داومي عليها غتشوفي الفرق واضح بعينيك، راه ما غنحتاجش نقولك انا غديريها من اول استعمال ولا من ثاني استعمال، انت غتلاحظي من حواجبك غتشوفي واحد الفرق شاسع في الحجبان ديالك. داومي على الوصفه ومده الصلاحيه ديالتها حتى تسالي معاك، يعني حتى تسالي هذه الوصفه
صافي وغتشوفي الحجبان الاول تبارك الله عمرو وطوالو غير داومي ما تكونيش معجازه. وبالنسبه للوصفه ديال الرموش هذه غتحتفظي بها في الباب ديال الثلاجه لمده اسبوع وتعاودي تصاوبي وحده اخرى. صافي الا بقات لك شي حاجه غير ميها وعاودي صاوبي وحده اخرى اسبوع حتى 10 ايام. صافي رميها وعاودي صاوبي وحده اخرى وبقاي هكا كل مره ديري شي ماسكارا الا عندك قديمه غسليها والا ما عندكش ديري غير عود ديال الودنين وديريها في في الرموش ديالك. وما تخافي من حتى شي حاجه راه ما غادي لك لا تكيس في الحجب في الرموش ديالك في العيون ديالك لا حتى شي حاجه البنات. المهم هادو هما الوصفات ناجحه ومضمونه جربيهم وردي عليا الخبر. المماثله ديالي غتكون هذه نهايه الفيديو ان شاء الله نطلعوا في فيديو جديد وفي وصفه جديده تحت الطلب ديالكم ومع السلامه وبوسه كبيره ليكم.